يعني كيف تقرؤون تشكل الجبهة الجديدة المتكونة من التيار وحزب الجمهوري وحزب العمال والقطب والتكتل أعتقد؟ نعم. يعني هو في الحقيقة مشهد الآن يعني بصدد التشكل، يعني في قالب جبهات، باعتبارنا خطورة الأوضاع في تونس يعني واشتداد الأزمة، ويعني ما يتهدد يعني الأحزاب وكذلك المنظمات والهيئات من يعني قمع ومن تفكيك اللي اعمد اليه الرئيس. فاعتقد هي معناتها خلينا نقول يعني عمل دفاعي، رد فعل على الهجمه. الحقيقه هي هجمه الدكتاتوريه، هجمه الانقلاب ضد الاحزاب، ضد المؤسسات، وهذا يعني ادفع إلى تشكيل هذه الجبهات اللي أصبحت تخشى أنه يعني تقع عملية تصحير سياسي أو تصحر سياسي يجعل البلاد في تحت قبضة يعني الحاكم الفرد أو الحاكم الدكتاتور. لكن هذا من هذا هو الصك اللي، أستاذ عيادي، سأعطيك كلمة. ولكن أنا في الحقيقة أعتقد أن جوهر الموضوع هو في يعني إعادة تصور يعني أو التأسيس لمؤسسات الدولة من قضاء ويعني أمن وحتى جيش. يعني اتضح أن القضاء والأمن والجيش يعني لم يقع إصلاح هذه المؤسسات كلها بعد الثورة، ولم تكن لدى الأحزاب يعني برامج، بما يعني جعل الانقلاب ينفذ من خلال يعني الخلل الموجود في المؤسسات هذه، من خلال عقيدة الأمن التي لم يقع إصلاحها، من خلال عقيدة الجيش الذي يعني شأنه شأن الأمن أصبح يعني مؤهل باش ينخرط في تنفيذ انقلاب. هذا رغم الإصلاح الدستوري اللي جعل من المؤسسين هذه مؤسسة معناتها نعم مؤسسة جمهورية، ولكن في الحقيقة اتضح أن هذا لم يكن إلا حبر على ورق. يعني طالما ما وقعش اصلاح العقيده واصلاح المؤسسات هذه، يعني اللي حصل في الحقيقه هو انه المؤسسات هذه اصبح نعم جعلت نفس الشخصيه يركبها المنقلب وينفذ بها هذا المشروع الخبيث في يعني تفكيك المؤسسات وفرض نظام ديكتاتوري تسلطي. نعم